السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايكم مقطع ركت ليج جديد. اليوم راح نلعب سيارات جديدة اول مرة ينزلون من هالنوع من السيارات، اللي هو ترانسفورمر. سيارة بتحولون هذه اخذها من فيلم وتحولون اللي سيارات بعدين يتحولون الى رجل آلي. فخلونا نشوف. تخيل انك تشتري اغراض ركت ليج، واذا ما استلمتها خلال 24 ساعة راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفرة عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافية، خليكم على المقطع. قبل كل شيء كود الايتم شوب في اس ال، حتى مشوه من عندي ما ادري ليش. موقع كايزن الرابط في الوصف، ورابط تحميل كايزن في الوصف. في كود اب يخصم لكم 10% اتوقع اذا تبغى تستخدم في اس ال اب اللي تبغى. اب ما راح تستفيد منه يعني الامانه، بس ابغى افيدكم من الاخر. طيب خلونا نلحق. ليش هذا ويش هذا؟ ثم تشوفون بعد 9 ايام تروح. سالت في الانستغرام، اللي متابع الانستغرام يعرف اني سالت في الستوري، قاعد اسمع صوت الصور اللي يا رب انه ما يطلع، وقلت هل تبون انزل عن هذه السياره او لا، او هذه الحزمه؟ والله في كثيرين قالوا ايه. هذا جالكس بلوجن، هي تتحول الى الشكل هذا اللي في التايتل، بس كيف ما ادري. اقول خلونا نشتري حزمه بس ونبدا. بسم الله. اوكي اوكي كل شيء اوكي. اوه اضغط ستارت. حركات والله حركات، وكل شوي حركه. سمعني الاشتراك الله يسعدك. يعني صارك حركات بليه هذا. بس حركتين يعني، شكرا. بس بنلعب هذه السيارة وندخلكم 2v2 champion 1، مو بشامبيون 3، champion 1 هالمرة الله يستر. نويس لازم شاهي عشان نصحصح شوي بالتصوير. متحمس نلعب روكت للأمانة، من زمان ما لعبت. قاطق لي يلا نزل مقطعين في الأسبوع، مقطعين. اعذروني والله اعذروني. يلا يا بيش تكفى. بسم الله. حس الوزنية حقت السيارة شوي. اوكي وصلت. لا يا خوي لا 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 لا. بدايتها ابغى اروق يا شباب، ابغى اروق. ايش كيف مشي من تحته؟ هو يقول ماي فولت شيء، حرام عليك يا ميش. هدف تخسر، صدها تخسر تخسر تخسر، مستحيل. للحين ما شفت اي تحول في السياره، بس جول اكسبلوجن. يعني واضح انهم لعبوا علي، صرفوني 2500 كريدت. خش يا خوي يا عمري. هذا الخش اللي نبغاه من اول. تكفى الله، ليتني ما حطيت. ما عليه يا اخوي. طرت طيران كويس ترى، بس بعدين جبت ام العيد. تعال اباك سافه. يا رب انه يستهبل، يا رب انه يستهبل، يا رب. كان يبغى يسولف مع شخص في المب الثاني، ناداه واتركه. الله خوينا الله يهديك، يعني كل شوي تنك فوق كذا. عكست السياره ليه ما ادري. ايش الخشه يا خوي، ايش الخشه؟ لا لا لا. يعني ممكن والله بيجلطني، والله بيجلطني والله. يلا لك ها. رجع البوست اللي هناك، يعني ما في اي بوست ثاني غيره. يا ربي تربي، يا ربي تربي. ما معي بوست. ايش تضرب. طعم الهدف النايم. تكفى. لا حول ولا قوة الا بالله، بصيح. يلا اطلع اطلع اي اطلع اطلع شيك شيك. سيارة مو بذاك الثقل صراحة، وزنيتها غريبة والله غريبة يا عمري. تفهم والله اسطورة يا ميدو. هدف، صدقوني هدف. توقعتها تصقع في السقف يعني، بس ماشي. تكفى روح. بس لا تروق، توني بقول روق. والله عندي دروب فريم، اقسم بالله دروب فريم، ما ادري من ايش. وهذا شوت للحين. بو 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 نايس شوت. الو دروب فريم دروب. يا رب تضبط فريمات يا رب. عرضه. اوه
تفهم يا عمري يا عمري يا لعيب يا لعيب. اوكي والله دروب فريم غريب يا عيال، وش ذا؟ امشي هدف هدف هدف. الله يا عمري والله على بالي اني انا جبته. نايس شوت والله نايس شوت، ما ادري شلون المسها صراحه. اللي هو المسها يا شباب ولا؟ اوكي ما يفوزون يا حبيبي، ما يفوزون. وش ذا؟ تكفى تكفى ضرب هدف. الله آه ساتر. شفت تعديل السيارة يا شباب مع ال، فاني بقول لك يعني مع الدروب فريم. العب 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 راس. تكفى يا خوي يا عمري تفهم، والله على بالي انك جنبي يا خوي بس اوكي. هذا مسوي يقول واو اوكي اوكي. انا اوريك اللعب، انا اوريك اللعب، انت اللي بادي اوكي، انت اللي بدات. وش بتجيب هدف يعني؟ واو خلا خلا خويه بس اخذ بوست حقهم. خوينا يشوت يا ساتر. خلنا نقول لك كذا عشان نرفزه بس، ناخذ بوست حقه، بناخذ البوست حقه. هو اللي بدا نشت تنرفز تنرفز يا عيال تنرفز. شفت كيف يا ساتر؟ ما تبغى تدخل ذي. يلا يلا سيف يلا وات سيف. ذيس از روكت ليج كلوز وان كلوز وان. ايش وش وش اوكي اوكي. ما توقعت انه يوصل الكوره صراحه برا. لا يا خوي تكفى. لا 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 ايوه واو واو نايس شوت. طلع خوينا اقطع ام الحاله يا شيخ. يا وش ذا؟ شوفوا شوفوا هقت هقت هقت. يو 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 لو جت على المرمى ذي. ما في بوست ما في بوست. يا تفنش بس الحمد لله. تست كونكشن فصل نته. بيقول وات سيف يا عمي سر يا عم. لك خوي. حلوه. هذه شلون ما جت؟ شلون ما جت؟ تكفى يا خوي. تكفى تكفى. اييييي نشوت وتسيف وتسيف وتسيف. يا عمري يا التسكيت. يا عمري يا شيخ شوف السكور 400 يا عيال. وانا ما سجلت ولا هدف. وذا يصدم والثاني صدم. شيء غريب شيء غريب صدها راسي. تكفى يا خوي. حلو. تفهم. امشي. جارد يا رب خوينا ما جاب العيد بس اوكي جاب العيد وخلص. امشي ما في بوست. يو لو جدي ياك والله حلوه كانت. لا لا خربت. القم القم صمود صمود الحالي صدمون جابوا هدف. وات سيف جي جي البليد. ايه انزل لي انزل لي. ذكرني حركة كريستيانو ضد اتلتيكو. هذا خوينا نفس اللي قبل شوي. والله اني ما ادري صراحة هل كان اسمه زي زي شيء حلو. لا 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 بتسقف السقف. وش ذا تتبنط كذا ما ادري كيف تروح الكورة يا ساتر. جاب العيد جاب العيد الثاني. جولك. اوه حلو 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 كلوز وان. تبغى ابلك اي احد والله. تكفى خوي. نايس شوت. سريع 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 سريع. ما عندنا وقت ما عندنا وقت. اوكي. قولك. حلو. يا ساتر. عيال بينسحبون ذولي بينسحبون. خوينا استهبل.
بلع شوي ان شاء الله انا موجود بس عمري عمري تفهم كمل جريد باس هي المفروض انها جنب ريست صارت خمب ريست طقه ليش طقتي كذا ترى ما ادري مستحيل مستحيل طيب العافيه لما اشترك اشترك فعل زر التنبيهات